أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمستويات التعاون التي تربط مملكة البحرين وجمهورية أندونيسيا الصديقة، مشيرا سموه إلى تطلع المملكة لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين بما يفتح مزيدا من آفاق التعاون على الأصعدة المختلفة. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر الرفاع مع سعادة السيد نور شهرير رهارجو سفير جمهورية أندونيسيا الصديقة، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لدى المملكة، معربا سمو عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية، مؤكدا بأنه سيحظى بكل الدعم والمساندة. من جانبه أعرب سعادة سفير جمهورية أندونيسيا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على اهتمام سموه بدعم علاقات البلدين لتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الصعد.